الحسن، الورد والصوت الحسن، بإبداع يجتمعان معا في أمسية فنية يحييها في عروس المصائف الطائف، مجموعة من نجوم الفن من الإمارات: أسامة الصافي، من الكويت أحمد الهاجري، من السعودية صالح اليامي، من عمان إبراهيم باعمر، من اليمن أمين حاميم، وكذلك مجموعتي الوسام وشجن الإنشادية. ترقبوا مهرجان جامعة الطائف الإنشادي الأول، وكذلك أوبريت صحبتك سمعتك تحت رعاية جامعة الطائف عمادة شؤون الطلاب. الزمان 14 من شهر ربيع الآخر 1433 هجرية. المكان جامعة الطائف قاعة الاحتفالات الكبرى في الحوية، وذلك ضمن حملة ركاز لعام 2012.